هنبدأ بقى بالإخوة الصحفيين دول، هيبقوا ضيوف دائمين متعاقدين مع القناة. لكن ده ما يمنعش ان في ابراهيم ربيع مثلا، في وجد زين الدين، في صحفيين كتيره، اهلا بيه محمد سيف، لكن دول المتعاقدين مع القناه. هنبدا بزميل الدراسه استاذ محمد رجب، اتفضل. على مالك يا محمد؟ ده مصير اللي اتجوز اتنين يا جماعه، تعال يا محمد اتفضل. أم أولى اتفضل. مرتضى بيه، اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم. يمكن انا هيبقى ليا كلام عند محمد رجب ومصطفى جويلي. محمد رجب كان معايا في كليه الحقوق، هو كان في كليه التربيه ونقل جه كليه الحقوق. وبصراحه ما كناش بنذاكر بصراحه، بس كنا متفوقين الحمد لله. هو مش شرابيه وانا مريض الفرج وشبرا، وكنا بنروح نتعشى بالليل عند عم عبد الله يرحمه بتاع الكباب تحت بيتهم عند بوسطه بتاع شارع حسني. شارع حسني انا فاكر. يعني محمد رجب ده مجنون زمالك، وانا رئيس جامعه الصحافه ورئيس تحرير المجله بتاع الكليه والجامعه، وكنت لما احب اغيظ محمد يجيب لي مقاله اقول مرفوضه من غير ما اقراها. محمد احكي لنا عن ذكريات الكليه الاول بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، وانا بعتبر حضرتك، مع ان الشهاده شهادتي فيك هتبقى مجروحه، بس ده الواقع اللي عشناه. انا بعتبر حضرتك هديه الزمن لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. شكرا. لان انا عشت معاك يا مرتضى القناه دي اللي احنا النهارده بنحتفل هذا الاحتفال بيها، انا عشت معاك وهي حلم بالزبط. في دماغك وانت بتكلمني وتقول لي ليه نادي الزمالك ما يبقاش ليه قناه رجب زي النادي الاهلي، وعشت معاك وانت بتحارب وتقاوم وتمضي اوراق وتخلص لغايه لما جيت قلت لي مبروك القناه. يا جماعه ورا القناه دي مجهود جبار، مجهود جبار عاشه المستشار مرتضى منصور، وعاشه على اعصابه في اوقات خدت من يعني من راحته ومن اجازاته ومن شغله. فالقناه دي ما طلعتش كده يعني بقرار ولا بامضى، لا ده وراها عرق وتعب، خاصة كمان في المراحل الأخيرة. لقيت أحمد يعني ده شاب ومتزوج وعنده بيت، أحمد كان بيقضي ليل ونهار هنا وهي لسه تراب، وهي لسه تراب. فالناس اللي بيتكلموا ويقولوا عزبة، طب أنا مبسوط جدا، طب يا ريت مصر كلها تبقى عزبة ونشتغل كلنا في العزبة دي ونخليها أحسن عزبة في العالم. الحمد لله. فأنا بقول لك يا مرتضى انت هديه الزمن لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. محمد طبعا كان كل المتوشه بيروحها، واحنا من ايام ما كنا في زمان نادي السكه الحديد ده كان في مفرش الحمص، وكان بي 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 هو كان فيها حاره من شارع او حاره مفرش الحمص في شارع ابن الرشيد، وكان جلال الكابتن الله يرحمه جلال ابراهيم اخو محسن ابراهيم بتاع النادي الترسانه دلوقتي، وكنا بنروح عشان نتفرج على نادي الزمالك ايام احمد مصطفى واحمد رفعت والاجيال العظيمه دي. ويا كان ويا كان طبعا. ويمكن انا فاكر على نصة الشارع اللي احنا كنا فيه، انا كنت عند ايديال شارع ابن الرشيد، شارع ابن الرشيد كان بيجي ابو سريع وكرم بتوع السكه الحديد. أيوة والناس. أيوة. دي وانا ومحمد عملنا احاديث صحفيه مع انيس منصور واحسان عبد القدوس. احنا بدانا بيك محمد حسين هيكل ويوسف ادريس ونجيب محفوظ ومصطفى امين. الحمد لله مصطفى امين كتب عني عده مقالات. أيوة. الحمد لله. أيوة. وانيس منصور كتب عن مرتضى بفضل الله. يعني عشان كده الاقزام الصغيرين دول ما عادوش بيشغلوا بالنا. موسى صبري كتب عني برضه في الصفحه الاولى. الحمد لله. عبسطاره الطويله عمل مجموعه. ابراهيم الورداني ثروت اباظه اللي هو عمل فيلم شيء من الخوف. الحمد لله. أيوة. وانا كنت امنيتي ان انا اطلع صحفي، لاني كنت رئيس جمعيه الصحافه على مستوى المدارس الثانويه كلها بدعم المجله مطبوعه، وبعدين لما دخلت الكليه كنت رئيس جمعيه الصحافه في الكليه وفي جامعه عين شمس. لكن جامعه القاهره كان فيها الوحيده قسم صحافه، كليه اداب قسم صحافه. ما ده اللي حصل معايا، التوزيع الجغرافي. التوزيع الجغرافي. انا من شبرا فراح مدني عين شمس، عين شمس ما فيهاش قسم صحافه. لكن لما تفوقت وكان معايا زميلي الفاضل معالي المستشار محمود الرشيدي
الاول الاول مقرر. ايوه اشتغلت وكيل نيابه الاسماعيليه ثم اسكندريه ثم اسيوط ثم سوهاج ثم الفيوم ثم شمال القاهره ولفيت يعني الحمد لله. استفدت طبعا الحمد لله، لكن لغايه دلوقتي صحافه في دمي، عشان كده بزعل من بعض الصحفيين اللي لسه طالعين وبيشتم هنا وبيقول اخبار كذب. احنا واحنا صغيرين كنا 17 سنه بنعمل احاديث مع العمالقه دول بالظبط، وكانوا بيحترمونا بالظبط. ليه؟ لان احنا كنا حابين مهنه الصحافه. انا 4 سنين بتدرب مع محمد في الاخبار. ايوه وقت راحتك كنت تحب تقعدوا في اخبار اليوم، اخبار اليوم وفي نقابه الصحفيين. أيوة. محمد مبروك الله يبارك فيك، وناخد بعديك على طول صبحي عبد السلام. بس محمد قول انت ايه شغلتك في الاخبار، ايه يعني ايه المناصب اللي انت اشتغلتها في الاخبار؟ انا تدرجت في الاخبار من محرر لرئيس قسم لمساعد نائب رئيس تحرير، نائب رئيس تحرير، مدير تحرير، واشتغلت فتره مدير تحرير لمجله اخبار الحوادث مع استاذ محمود صلاح، ثم اختارني الاستاذ ياسر رزق نقلني الاخبار، قال لي كفايه كده بقى حوادث، تعالى مدير تحرير الاخبار. بس ده اخر منصب. اتفضل صبحي عبد السلام، اتفضل عرف نفسك. انا صبحي عبد السلام نائب رئيس تحرير جريده الكره وملاعب، صحفي بإدارة الجمهوريه للصحافه ومحلل بقناه الزمالك، وده وسام على صدري بشكر حضرتك عليه، لان زي ما قال الاستاذ محمد من شويه احنا فكره القناه كانت حلم قديم حققناه الاول ببرنامج لحد ما اتطور واصبح هذه القناه العملاقه. فانا ليا الشرف زي اي زملكاوي من زملائنا اللي موجودين ان اكون جزء من هذا الكيان. الله يبارك فيك. سريعا ده اللي واخد ملف مستر عم بخ اطلع ده اللي مسمى ده بتاع بخ ده. اتفضل سلام شرف، اتفضل جنبي. مبروك. عرف نفسك بقى كده. عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي طبعا ومحلل في قناه الزمالك، فخر ليا وسعيد جدا اني موجود وموجود مع سياده المستشار. وتعودوا في النادي كمان، وتعودوا في النادي مع سياده المستشار اللي دايما قال كلمه وهي بتتحول حقيقه، احلام جماهير الزمالك اوامر. طبعا كل الاحلام دي اتحققت، قناة عظيمة تليق بجمهور عظيم اسمه جمهور نادي الزمالك. النهارده كمان اسمح لي يا استاذ مستشار اقول حاجة، اللي انت عملته النهارده ده واللي قدمته النهارده على الروح الرياضية قبل مباراة مهمة هي مباراة القمة اليوم الحد، ده نبذ التعصب الحقيقي. ده واجب يا ده علينا. الروح الرياضية الحقيقية بالظبط، ده واجب. اشكرك يا استاذ مستشار، مبروك لكل جمهور الزمالك، مبروك للاعضاء الجمعية لنادي الزمالك، مبروك لكل عظماء الزمالك. طبعا سيبقى المستشار مرتضى منصور هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. شكرا يا عم شافي. بس في اكتشاف كبير النهارده الناس بتتكلم عليه بقى، مش القناة ولا عيد ميلاد حضرتك، تقديمك للحلقة دي المعاملين بعد النهارده على عدد كبير من المعاملين. يا جماعة انتوا ناسيين، انا في اوربت سنة 89 كنت بقدم برنامج بالدولارات، بس كنت بتنازل عمري ما خدته. تمام، ساعة مع مرتضى منصور كان يوم أربعة، ما كانش لسه، يمكن عمرو أديب لسه اشتغل يعني أعتقد على ما أتذكر. تمام، بعد كده الأستاذ توفيق عكاشة الصديق قال الأول، بس عايز أشكر النائب محمد إسماعيل إن والمستشار محمود العسال إن في قناة الحدث اليوم قعدنا مدة نشتغل من خلالها ومنبر نادي الزمالك، انا بشكره جدا جدا طبعا. نرجع بقى لتوفيق عكاشة عمل فيا ايه. المفروض هو مستضيفني في حلقه، خلع مشي وكلمني في التليفون قال لي قدم انت، قال لي قدم الحلقه. فالحلقه كنت بدات قلت على مسؤوليتي، دي اللي خد اسمها احمد، الاخ احمد موسى في برنامجه خد الاسم من عندنا، وقعدت اشتغل من 12، كان حد حظر تجول واكبر نسبه مشاهده حوالي 250 مليون بيسموها اشاره، وقعدت لغايه 6 الصبح كل الناس كانت بتتكلم معايا والحمد لله. فهم دلوقتي في القناه طبعا كل الاخوه بيبعتوا لي رسائل عايزينك تشتغل يعني تعمل برنامج تعمل برنامج. انا عايز اعمل برنامج بس خارج قناه الزمالك، انا خايف تتقفل، فعايزين نشوف قناه اكون بكرهها واروح اعمل فيها برنامج واكون مثلا قناه فيها شوبير مثلا عشان نخلص بس كده بس الذكريات بس يعني عشان اخلص خالص، يبقى القناه قفلت وهم بقين كده هقول لهم يبقى القناه قفلت. تمام، احنا طبعا هناخد احنا خدنا استاذ علي بركه اتفضل. انت كنت عامل نفسك عيان يا علي دلوقتي بتجري بقالك يومين بتقول عليا عيان. اقعد اتفضل يا استاذ علي، يلا عرف نفسك يلا. اتفضل. مبروك. اتفضل علي بركه. انا بدات محرر صغير في اكثر من جريده صغيره، وانتقلت لجريده الاهرام وتدرجت فيها
من صحفي الى مدير تحرير الاهرام. عايز بس اقول كده بسرعه ان حضرتك حققت حلم ملايين الزملكاويه. التاريخ دايما لما بيجي يقرخ عن حد بيتكلم عن حدث واحد او اتنين في حياته. انا بتصور ان حضرتك هتكون مشكله كبيره جدا لانه التاريخ هيتكلم عن حاجات كتيره قوي. وقناة الزمالك يعني أنا شايف إنها من أعظم وأهم إنجازاتك، ويكفي إن أنت صرت صوت أو القناة هتصبح صوت من لا صوت له. بالظبط إن شاء الله. طبعا عندنا المشاغب محمد الشرقاوي، ربنا يستر، هو ده اللي ممكن يقفل القناة عشان لما بيسخن محدش بيقدر يعمل له فرحانة. يا محمد اتفضل. اتفضل. شكرين. تعالى بقى جنب أول ماشي. اتفضل. طبعا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا موجودين في قناة نادي الزمالك. بشكر حضرتك سيادة المستشار، بشكر اعلام المصريين. ان شاء الله الشركة المتحدة، الشركة المتحدة كانت اعلام المصريين قبل ما اقفلها. طبعا ان شاء الله يبقى يعني عند حسن ظن جماهير نادي الزمالك. بسترجع مع حضرتك الذكريات القديمة وازاي الكيان الكبير دوت قناة نادي الزمالك كان حلم من سنين بدأناه مع بعض، وحضرتك بذلت جهد كبير جدا عشان تحقق حلم جماهير نادي الزمالك ان يبقى ليهم اعلام زملكاوي قوي متواجد يدافع عن نادي الزمالك ويدافع عن جماهير نادي الزمالك ويعبر عن اراء الملايين من جماهير نادي الزمالك. طبعا انا تاني بشكر حضرتك وبقول لك كل سنه وانت طيب على عيد ميلادك النهارده، وان شاء الله تبقى افتتاح قناه الزمالك النهارده فالخير قبل ماتش يوم الاحد ان شاء الله قدام النادي الاهلي. طيب قبل ما يبدا بقى نواب رئيس التحرير ومدير التحرير، هناخد الشباب اسامه دعبس ومحمد كارم وكريم حمدي واحمد توفيق. اسامه اتفضل. مبروك مبروك. احمد شوقي وصل، ما انت قلت احمد. طيب اتفضل. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ اتفضل سريعا كده كل واحد يعرف نفسه. اتفضلوا. نبدا باحمد شوقي. اتفضل. احمد شوقي رئيس تحرير برنامج نهارك ابيض. يمكن احنا طبعا مبسوطين طبعا بالانطلاقه الجديده للقناه، وان شاء الله باذن الله هدفنا اكتر ان احنا نقرب من مشاهد نادي الزمالك ونقدم له زي ما بيقولوا من خلال البرامج المختلفه، هتبقى زي ما بيقولوا وجبه في كل الالعاب وحاجات برده طريفه وحاجات خفيفه بشكل عام. احمد توفيق. اتفضل. احمد توفيق رئيس تحرير برنامج اخبارنا. طبعا برنامج اخبارنا بيهتم باخبار نادي الزمالك واخبار كل الانديه المصريه والاخبار العالميه والعربيه، وان شاء الله الفتره الجايه البرنامج يبقى فيه تطوير افضل ويبقى فيه شكل افضل. انا عايز بس المصور يركز على وش اللي بيتكلم بعد اذنه، مش هو اشتغل مخرج كمان، ما يبقاش وشه حته كده يعني ما انت جايبني دلوقتي وكايب كتف صبحي. ركز 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 يلا. اتفضل. وباذن الله الفتره الجايه يبقى فيه تطوير ان شاء الله افضل ويبقى فيه تطوير اكتر باذن الله في القناه. برافو عليك، هو ده الشغل. وطبعا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. فين؟ اتفضل. كارم. محمد كارم. محمد كارم رئيس تحرير برنامج زملكاوي. في البدايه طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر الشركه المتحده. ان شاء الله بنوعد جماهير نادي الزمالك ان هنقدم محتوى يليق بجماهير نادي الزمالك. كل الاخبار الحقيقيه هتسمعوها هنا من قناه نادي الزمالك. الاشاعات كتير بنسمعها ان شاء الله، كل حاجه حقيقيه هتسمعوها هنا قناه الزمالك باذن الله. كريم حمدي. اتفضل. في البدايه طبعا بنشكر حضرتك ونشكر الشركه المتحده على الشكل الجديد لقناه الزمالك، وانا رئيس تحرير برنامج زملكاوي، وان شاء الله بنوعي جمهور الزمالك اللي احنا هنقدم محتوى يليق باسم نادي الزمالك، وبنشكر حضرتك. اسامه دابس. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك الاول كل سنه طيب بمناسبه عيد ميلادك وكل مشاهدي الزمالك بخير، وان شاء الله انا رئيس تحرير برنامج ملوك الصالات، البرنامج طبعا المهتم بالالعاب الاخرى داخل نادي الزمالك، الالعاب اللي كانت شهيده وكنا بنطلق الناس بتطلق عليها شهيده، والحمد لله دلوقتي الفتره الاخيره الالعاب كلها عامله طفره كبيره جدا في مصر، انجازات على مستوى الالعاب الفرديه على مستوى الالعاب الجماعيه، وان شاء الله باذن الله بنوعد جمهور الزمالك ان يظل نادي الزمالك ومملوك الصالات، وان شاء الله باذن الله احنا بنحاول نلقي الضوء على بعض الناس اللي بقالهم فتره غايبه عن الشاشه او ما لحقتش الميديا كويس، فبنحاول نلقي عليهم الضوء، كمان بنلقي الضوء على كل العاب صالات نادي الزمالك، وبصراحه بيقابلنا حاجات يعني بتاكد ان جمهور الزمالك
جمهور واعي جدا، جمهور فاهم جدا، جمهور متابع جدا، وده حصل بعد يعني بيحصل من كتير. جمهور الزمالك من اعظم الناس ومن اعظم الجمهور اللي بيساند دايما لعبته سواء في حاله الفوز او لا قدر الله في حاله الخساره. وان شاء الله باذن الله الطفره اللي حصلت في العاب الصالات في الفتره الاخيره ان شاء الله تستمر، وان شاء الله كمان صفقات مع دعم الفرق اللي لسه الاداره بتحاول تدعمها، ان شاء الله الفرق دي تقدر تحافظ على السجل الناصع، السجل الكبير والانجازات التاريخيه اللي حققتها ملوك الصالات في تاريخ نادي الزمالك.